والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه ونفعنا به آمين: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عليها. النفس البشرية التي هي بين أضلعنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. النفس دائما تبحث عما يبعدها عن ربها، وما يبعدها عن ربها هو إثبات ذاتها ووجودها. دائما تريد أن تقول: أنا موجودة، أنا هنا. تحب الظهور، وتحب المدح، وتحب أن يشار إليها، وتحب أن تكون مميزة بين الخلق، فدائما لها وجود في كل ما يقوم به الإنسان من عمل. النفس لها وجود ولها نصيب. فهنا سيدي ابن عطاء الله السكندري يبحث عن أصل المعصية وأصل الشهوة، فيقول: أصل الشهوة والمعصية الرضا عن النفس. إذن ما دامت هذه النفس فيها هذه الصفات، صفات التجبر وصفات التعالي، فهي عدو، يعني تريد أن تجعل منك إلها مع الله. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى ممكن أن يعبده الإنسان، وشر إله عبد على الأرض الهوى. يعني حديث النفس وطلبات النفس تسمى بالهوى، ولا تطلب ولا تبحث عن كامل، دائما تبحث عن النقص وعن المعصية. فما دامت فيها كل هذه النقائص، يعني لا يجب للمسلم أن يكون له هدف في الحياة إلا أن يزكيها ويطهرها ويعيدها إلى مكانها الأصلي، مكانها الحقيقي، وهي أنها مخلوقة عبدة لله، ليس لها وجود، إنما وجودها بالله. فالإنسان يا ناسي نفسه يا يحارب نفسه. إن نسي نفسه ونظر إلى نفسه الكمال ورضي عن نفسه وقال: أنا إنسان جيد والحمد لله، أصلي وأصوم وحفظت بعض القرآن، ولا أكل مال أحد ولا أسرق مال أحد، الحمد لله أنا بخير. هذا أبعد الخلق عن الله. وإن صلى وإن صام وإن تعلم فهو بعيد كل البعد عن الله، لأنه رضي عن نفسه. ومن رضي عن نفسه ترك محاسبتها ومحاربتها.
الإنسان لا يحارب من يرضى عنه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما قال الشاعر، عين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني ما دام رضيت عن النفس فإنك لن ترى عيوبها. كمثل الشاب، الشاب إذا تجوز أو أحب شابة وأخذه حبها وهواها وعشقها فإنه لا يرى فيها عيبا، حتى الناس لو قالوا له أهله أو أمه أو أبو أخوه أو أخته قالت له انظر فلانة فيها هذا العيب وتفعل كذا وكانت مع فلان وكذا، فيقول لهم لا 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 هذا شيء غير موجود، السيدة جيدة والسيدة أخلاقها جيدة والسيدة ليس فيها عيب، لأنه يحب وراضي عن محبوبه فلا يرى عيبا. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، لا ترى العيوب في من تحب. كذلك أنت نفسك إن رضيت عنها وأحببتها فإنك لن ترى فيها عيبا. لهذا مجرد ما الإنسان ينعتك بنقص تطور في وجهه. لو قال لك مثلا يا فلان أنت قليل فهم، هذا شيء موجود، قليل فهم، أنت عاصي لله، عاصي لله، أنت بعيد عن الله، بعيد عن الله، كل ما يقول لك نقص هذا موجود، لكن النفس لا تحب. مجرد ما ينعتك بنقص تطور في نفسه فيه في وجهه وتقول له أنت الفاعل وأنت التارك، لأنك تدافع عن نفسك والنفس تدافع عن نفسها. فهذا لا يمكن أن يصلح نفسه أبدا، هذا غارق في البعد عن الله، وإن صلى وإن صام وإن تعلم. أما الإنسان غير راضي عن نفسه، مدام غير راضي عنها فإنه يرى وينظر إلى عيوبها، ينظر إلى عيوبها وتظهر له العيوب فيحاول جهده أن يصلح هذه العيوب. إذن أصل كل طاعة عدم الرضا عن النفس. ما دام غير راضي عن نفسك ستشغل بنفسك عن غيرك. لهذا نحن لا نفكر في النفس، دائما نفكر في الخلق، أما أنفسنا فمنزهين أنفسنا عن الخطأ وعن البعد وعن الخطيئة، دائما نقول الآخرون ونظرنا للآخرين. فلو أتى إنسان وقال لك فلان، دعا لك دعوة، قال لك الله ينصرك على أعدائك، مجرد ما يقول لك الله ينصرك على أعدائك ماذا يخطر ببالك؟ من هم الأعداء؟ فتقول فلان وفلان وفلانة، الله ينصرني عليهم. هذا يدل على أنك لا تعلم أن أعدائك كما قال صلى الله عليه وسلم نفسك. لو قال لك الله ينصرك على أعدائك تقول له آمين وتفكر في نفسك، أعداء أعدائي أنا، أعداء أعدائي نفسي، الله ينصرني على نفسي. ليس هنالك عدو بين جنبيك وعدو ينتظر منك الهفوة حتى يسقطك، هو النفس، نفسك بين جنبيك. هذا قال أصل كل طاعة عدم الرضا عن النفس، لأنك إن لم ترضى عن نفسك نظرت إلى عيوبها، وإن نظرت إلى عيوبها زكيتها بطريقين، تزكية النفس نفسك بنفسك، يعني تحارب نفسك وتخالفها، كلما طلبت منك شيء خالفتها فيما تطلب، كما قال سيد الإمام البصيري والنفس والشيطان، اللهم صل على سيدنا محمد، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، وخالف النفس والشيطان وعصهما، يعني اعصي شيطانك واعصي نفسك، متى ما طلبت منك النفس شيء اعصها وخالفها، عذبها في مرادها، وإن أرادت شرب ماء، شربة ماء، عطشان تريد أن تشرب شربة ماء، من الذي يطلب؟ شهوتك، نفسك،
لكن حقك أن تشرب، فتقول لا تريدين ماء ستشربين، لكن ستسمين الله وتذكرين الله على قبل الشرب وخلال الشرب وبعد الشرب، فعينئذ تكون قد روتها على طاعة الله، لأنها خالفتها ما تريد فيما تريد. هي كانت تريد منك أن تشرب الماء غفلة عن الله، وأنت علمتها أن تشرب الماء وتجعل في الماء ذكرا لله، فتكون قد عصيت نفسك فيما تطلب ولو كان حلال. ولو كان المطلوب حلال فإن فيه شهوة، ومن كانت فيه ما كان فيه شهوة غفلة عن الله فهو يبعدك عن الله وإن كان حلالا. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أراد الرجل أن يأتي أهله فعليه أن يسمي الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيسمي الله وهو في شهوته الحلال يسمي الله، وإلا شاركه الشيطان في أهله. قالوا يا رسول الله كيف نعرف الولد الذي يعني مشروك بالشيطان، يعني فيه شريك؟ فقال بقلة الحياء، يكون الولد قليل حياء وقليل أدب، هذا ممكن يكون علامة على أنك كنت غافلا عن الله ولو في شهوة الحلال. لهذا أصل كل طاعة عدم الرضا عن النفس، وكل أمر ذكرت فيه الله خالفت نفسك وذكرت الله فهو طاعة، خالفت نفسك وذكرت الله فهو طاعة، وكل أمر عملته وأنت راضي عن نفسك فهو معصية، ولو كانت صلاة. ولو الإنسان صلى، مؤمن صلى توضأ وصلى صلاته كما يصلي الخلق، لكنه لما صلى أعجب نفسه، قال الحمد لله صليت الحمد لله، ونظر إن نفسه أنه إنسان جيد يصلي يعني أحسن من غيره. هذا شيطان، لأنه من قال أنا خير منه هذا الشيطان، كلمة الشيطان. وإن صلى فعبادته لا تقربه من الله، لأنه ذكر نفسه ولم يذكر الله، ولو ذكر الله لتواضع لله وإن أطاع الله سبحانه وتعالى. إذن كل عمل أنت فيه ساخط عن نفسك فهو طاعة، وكل عمل أنت راضي فيه عن نفسك فهو معصية. كيفما لو الإنسان عصى الله، الله يحفظنا من المعاصي، عصى الله لكن بمعصيته لم يرضى عن نفسه وسخط عن نفسه وندم وبكى، هذا ندم وبكاء خير من إحساسك أنت بعد الصلاة بالتكبر على خلق الله. إذن البحث هو عن كيف يسخط الإنسان عن نفسه وكيف يزكي نفسه. فقلنا إما أن تزكيها أنت بنفسك، يعني بأن تخالفها كما قال الإمام البصيري، كما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الجهد الذي يقوم به الإنسان، وهنالك جهد ثاني يقوم بها الصاحب. صاحبك، من صاحبك في الدنيا؟ من صاحبت؟ من أحببت؟ هذا الجهد الذي يقوم به صاحبك أو الأخ في الله أو الشيخ أو الأستاذ هو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها يعني قد أفلح الشيخ المزكي. إذن يا تزكي نفسك بنفسك، هذا جهد يعني يأتي ب10% من التزكية، لكن الجهد الأكبر هو الذي يقوم به شيخك، وهو الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن أصل التزكية النفس هو صحبة المزكي. جهد مع نفسك، تخالف نفسك شيء جيد، لكن الأصل الأكبر والأساس الأكبر هو
صلتك ومحبتك بصاحبك وبمزكيك، من حبيبك، من أحببت، لمن مال قلبك، لمن مال قلبك، من جالست، من أخذ تفكيرك، من أخذ قلبك، هذا يزكيك ويؤثر فيك، يا إيجابا يا سلبا. هذا صلى الله عليه وسلم لما قال تفرقت اليهود 71 أظن، وتفرقت النصارى 72، وتتفرق أمتي إلى 73 فرقة إلا واحدة ناجية. قالوا من هي الفرقة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، صلى الله عليك يا سيدي رسول الله، ما أنا عليه وأصحابي. الناس لما تسمع هذا الحديث ماذا تقول؟ يعني الأعمال التي كان يقوم بها سيدنا النبي ويقوم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا ليس هو الفهم. ما أنا عليه وأصحابي يعني ما نحن عليه من مهمة تزكية النفوس، ما أنا عليه وأصحابي يعني أربيهم وأزكيهم. يعني الفرقة الناجية هي الفرقة التي سلكت طريق التزكية على يد شيخ مزكي. ما أنا عليه وأصحابي من عمل تزكية، وما عليه أنا وأصحابي من تربيتي لأصحابي ومن تزكية نفوس أصحابي. هذه الفرقة الناجية، أنت تنجو إذا صاحبت ناجي، لا تنجو إلا بصحبة ناجي، ولا تسعد إلا بصحبة سعيد. وقالوا ما سعد من سعد إلا بصحبة السعداء. لهذا سخطك على نفسك وتزكيتك لنفسك لا بد لك من صاحب، لا بد لك من سلوك طريق التزكية كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفرقة الناجية. ما أنا عليه وأصحابي. فهنا سيدي ابن عطاء الله السكندري يقول مباشرة بعد هذه الحكمة، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منها عليك، مباشرة يأتي بالحكمة التي بعدها فيقول رضي الله عنه: ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. مباشرة رضي الله عنه تحدث عن الصحبة، لأنه يعلم أن هذا الطريق وأن ترى عيوب نفسك لا بد لك من صاحب، لا بد لك من مرآة، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. فيقول رضي الله عنه: لأن تصحب جاهلا غير راضي عن نفسه، جاهل ليس له من العلم، وفي معصية ممكن، وفي غفلة، وكلنا في معصية وغفلة، ومن ضل لحظة أنه ليس في معصية وغفلة ولو هو في صلاته فهو بعيد عن الله. هذا ميت، ميت الإحساس. نحن دائما في غفلة وفي معصية ونحن في صلاتنا، يعني نحن لما بنكون بتصلي أين نكون؟ مع الله. لما نكون في جلسة الذكر، ذكرنا قلوبنا مع الله. الله يستر علينا وعليكم، الله يستر علينا وعليكم. فسيدي ابن عطاء السكندري يقول: لأن تصحب جاهلا، اصحب جاهل، لو كان جاهل لكنه غير راضي عن نفسه، ليس له علم، لكن يقول أنا عاصي، أنا بعيد عن الله، كيف سألقى الله، كيف أطهر نفسي، كيف أفعل، أنا عملت كذا عملت كذا، فيتحدث عن نقصه وعن عيوب نفسه. خير لك من أن تصحب عالما راضي عن نفسه. وهنا سيد ابن عطاء الله السكندري يحدثنا عن شيء عظيم وهام، وهو أن العلم يجعل العالم يرضى عن نفسه. هذا باب خطير رضي الله عنه وأرضاه. العلم يجعل العالم راضي عن نفسه. مجرد ما الإنسان تعلم، دخل حافظ القرآن مثلا، تعلم العلوم الشرعية، فيقول أنا أصبحت عالم، فيعلم الناس ويحدث الناس ويقول هذا حلال وهذا حرام، وأن تفعل كذا وأنت لا تفعل كذا وأن تقوم بكذا، فيظن أنه أصبح على كمال راضي عن نفسه. هذا صحبته خطر عليك، صحبته خطر عليك وإن كان عالما.
فإذا معيارك في الصحبة هو الذي بصحبته تنظر إلى عيوبك ويوقد فيك عيون القلب التي تنظر إلى عيوب النفس، يوقد يفتح عيون القلب التي تنظر إلى عيوب القلب إلى عيوب نفسك، فتحاول أن تتدارك نفسك وتصلح حالك. هذا هو الصاحب. لا تصحب كما قال سيدي ابن عطاء السكندري، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الخير مقاله، له حال مع الله وله قول يدل على الله، هذا هو الصاحب. مباشرة سيدي ابن عطاء السكندري قال أن سبب الرضا عن النفس هو صحبة من رضي عن النفس، وسبب السخط عن النفس هو صحبة من سخط عن نفسه وليس براضي عن نفسه. إذن ابحث عن من بصحبته لا ترضى عن نفسك، ومن بصحبته تستيقظ وترى عيوب نفسك. أما نحن نظن بأن الصحبة شيء هين، هذا يصاحب هذا وهذه رفيقة هذه ويجلسون ويتحدثون وفلان فعل كذا وفلان، هذه كلها مجالس وصحبة لا خير فيها وإن كان عالم. لهذا تجد العالم في المجتمع عالم، لكن عندما تجالسه كباقي الخلق، يتكلم في الناس ويسب الناس ويؤذي الناس وهو عالم، لكن كلامه في المجالسات والمحادثات كباقي الخلق، ليس له حال مع الله، هذا مجالسته خطر على قلبك. لهذا لا تظن بأن المجالسة والصحبة شيء هين، هذا أمر خطير. انظر من تصاحب، انظر من تجالس، من زادك رضا عن نفسك فاهرب منه، ومن أيقظ فيك عدم الرضا عن النفس فهذا صاحبك، هذا هو المؤمن. فلهذا لا تنظر إلى العلم أو الجهل، ليس هذا هو المقياس، انظر إلى رضا عن نفسه وعدم رضا عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. اللهم عرفنا بمن يوقظ قلوبنا ويعرفنا بنقائصنا. اللهم اجزي عنا مشايخنا وأولياء الله خير الجزاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله.